إن ذكرت والدك بعد موته تتذكر أنه بمجرد موت الوالد فقد ابتدأت برا جديدا، وهو البر بعد الموت. وهذا من أصدق البر، لأن البر في الحياة قد يكون مجاملة، وقد يدخله الرياء، وقد يدخله ثناء الوالد والوالدة، لكنه بعد موت الوالد والوالدة لا يسمعك إلا الله ولا يراك إلا الله، فأنت في أصدق البر وأخلص البر، وهو البر بعد الموت. وثانيا شدة حاجة الوالدين، لأن الوالدين بعد الموت أشد حاجة إلى البر منهما في الحياة، لأن بر الحياة لقضاء مصالح الحياة. أما إذا ماتا وارتحما فإنهما في قبر لا يعلم ما فيه إلا الله، فالرحمة الواحدة منك والدعوة أن الله يرحمهما تساوي شيئا كثيرا. وكم من أب في ظلمة قبر نورها الله بفضله ثم بدعاء ابنه له، وكم من أم في ظلمة قبرها وضيق لحدها نور الله عليها وأفسح لها بفضله ثم ببر أولادها لها. فالبر بعد الموت أشد ما يكون حاجة، والداك بحاجة إليك الآن، ولو كانا صالحين فإنك تسأل الله أن يزيدهما وأن يفسح لهما في قبريهما وأن ينور لهما، فتذكر أنهما أحوج ما يكونان إليك في مثل هذه الساعة. البر بعد الموت بر حاجة وشدة في الحاجة. فإذا قلت اللهم ارحم والدي وأفسح لهما في قبريهما ونور لهما فيه، أفسح للوالد في قبره والوالدة، الوالدان أحوج ما يكونان إليك الآن بعد الموت، فتشحذ همتك على أن تكون خير والد لوالديه وخير ابن وخير بنت لأمي أبيها. لا ينسى ولا تنسى، لا تنسى أما طالما ربت وأحسنت، فيوضع بين يديك الطعام فترى جميل الطعام، فتذكر أما طالما قدمك إليك. طالما أطعمتك، وطالما تفقدت حوائجك، وطالما أرضعتك من دمها ولبنها، فيهون عليك هذا الطعام لتخرج إلى يتيم فتطعمه، أو أرملة فتطعمها، وتتوسل إلى الله وتسأل الله أن تجعله رحمة على والديك، وتجمع الناس على صدقة، على بر، على خير، تجعله صدقة على والديك. ولا تنسى أبدا، طالما صنع إليك المعروف، وطالما أدبك، وطالما أطعمك، وطالما سقاك بإذن الله جل جلاله، وطالما هذبك، وطالما قومك، وطالما أرشدك، وطالما أحباك، مهما قسى الوالدان عليك فالله وحده الذي يعلم مقدار حبهما لك، فلا يمكن أن ينسى مثل هذين. ومن وفى لوالديه أحبه الله، لأن الله يحب البر ويحب البارين. فاجتهد أن تكون خير والد والديه بعد موتهما، تجتهد صدق الاجتهاد، تتذكر الوالد في إحسانه، ولربما مات الوالد وترك لك من خيري الدنيا من أموالها وخيراتها، فما تركك في الدنيا فقيرا، وترك لك حسن السمعة، وترك لك الخير الكثير، والله لن تكون الدنيا أعز علي منه. فتكفكف بماله دموع اليتامى، وتجبر به قلوب الثكالى، وتحتسب الأجر عند ربك صدقات الصادقة الخفية، تجعل لك صدقات في جوف الليل على والديك، تجعل لك دعوات في سجودك، تجعل لك ابتهال إلى ربك في مضان الإجابة بين الأذان والإقامة. لا تنسى الوالدين وهما الآن في قبرهما أحوج ما يكونان إليك، وتتقرب إلى الله بهذه الدنيا التي طالما أحسنا بها إليك. إن عهد الوالدين لا ينسى، أوصيك أن لا تنسى والديك. قال بعض السلف: من صلى
ثم دعا لوالديه فقد شكر الله وشكر لوالديه. من صلى ولم ينس والديه من الدعاء في صلاته فقد شكر الله بصلاته وشكر لوالديه بدعائه لوالديه. أن تستصرخ ربك وأن تناديه وتسأله وتسترحمه فهو أرحم الراحمين. قرأت في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام أن الله رحيم بخلقه، فقل يا ربي يا أرحم الراحمين ارحم والدي. وقد علمك الله هذا الدعاء فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.